السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا باشمهندسين؟ كيف أخباركم؟ نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير. طبعا اليوم حنستكملوا محاضرتنا بخصوص الماتيريال، بخصوص دمج الخامات. اليوم حنشوفوا يعني بعض التطبيقات المهمة، كيف ندمجوا بعض الخامات مع بعض، زي مثلا الكروم والخشب، الرخام، أنواع من الرخام، وكيف نقدر نحط عليهم خريطة أو مابة تكون باللون الأبيض والأسود، وكيف حيكون التشكيل متاعهم. اليوم حنتكلم عليها بشكل مبسط، حنبينوها. إلى جانب ذلك، اليوم حابب نتكلم على قصة مهمة جدا مرت علي وقريتها، تستفيدوا منها بإذن الله. يعني ما بيش نقول لكم شنو هي القصة، خلها إلى نهاية الفيديو، خليك معي إلى نهاية الفيديو بس تشوف القصة، لأن فيها عبرة مهمة جدا 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 تهمكم. عفوا، لذلك خليك معنا إلى نهاية الفيديو بس تشوف القصة هي، وبإذن الله حتستفيد منها. طبعا المشتركين جدد، أهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا، لنا الشرف أنكم يعني تمنحونا وقتكم الثمين جدا جدا جدا، مشكورين على الوقت اللي خصصته لنا، بارك الله فيكم. متابعينا جدد اللي مازال ما فعلوش الجرس، يا ريت تفعل الجرس باش يوصلك جديدنا أول بأول، وما بيش نعطل عليكم أكثر من هيك. يلا بينا بإذن الله نبدأ في محاضرة اليوم، بسم الله نبدأ. طبعا كبداية زي ما تعودنا دائما، أول شيء نغيروا الرندر بتاعنا إلى V-Ray Render، وحنخلو إعدادات لو أو يعني متوسطة، ما نقولوش لو، وهذا كله حنشرحوه ليش في محاضرات الاوبتمايزيشن تكنيك، اللي هي كيف تاخذ تكنيك كويس بحيث انه هو يعطيك سرعه افضل. في التست عاده ديما الاعدادات تكون اقل. احنا حولنا الرندر بتاعنا الى في ري رندر، ونبدو ونحطه في المشهد بتاعنا. طبعا المشهد بتاعنا اللي بنحطه يتكون من بيئه محيطه بلان، في ري بلان، وبي ممكن نحطه بوكس مثلا، بوكس بالطريقة هي، وممكن نحطه يعني ممكن نستخدمه كتست واختبار تيبوت. اوكي تمام حلو، وبنحطه زي ما تعودنا عادة بنحطه في ري فيزيكال كاميرا للمشهد متاعنا. تمام، ناخدو لها زاوية رؤية مناسبة، ولتكن بالطريقة هذه مثلا. تمام، نرفع زاوية الرؤية ونحول المشهد متاعنا إلى زاوية الرؤية متاعنا إلى في ري كاميرا. أوكي تمام، هذا كل اللي نبوه. ممكن فضلنا ان احنا نحطه اضاءة للمشهد متاعنا. تمام، نقوله له اعطينا يعني شكل كأنه سمي للانفايرمنت بصفة عامة. هذه الاضاءة متاعنا، اعتقادي المشهد أصبح جاهز. قبل أن ناخده تيست، أول شيء بناخده ماتيريال للفي ري بلان. ممكن ناخده أول شيء ناخده في ري ماتيريال، والفي ري ماتيريال هذه نعطوها مابا في الديفيوز، أصبحت بالطريقة هي. نأخذ الفي ري بلان، تمام، نقولوا له assign material to selection وأظهر لي الماتيريال هذه. أوكي تمام حلو،
ونبدأ نشوفه في المشهد متاعنا هل هو نوع ما مناسب أو لا، باش يجري الحسابات الأولية بتاع الرندر وماش يأخذ معنا وقت طويل في الرندر. تمام، أوكي، ممتاز. هذا اللي نبوه، ناخده فيو أكبر عليه. تمام، حلو. نبدأ التطبيقات متاعنا اللي هي خاصة بالماتيريال. أنا أول شيء هنحاول ناخد ماتيريال جاهزة بحيث إن هي ما تاخدش معاي وقت. مثلا هادي احنا قلنا ان احنا مبوش ناخده وقت طويل في ال تمام، حلو. وممكن نشوفه ماتيريال ميتال مثلا كروم او اي شيء زي هذا يكون مطفي باش ما ياخدش معنا رندر. باش ما ياخدش معنا الرندر وقت طويل. تمام، هذا مناسب اعتقد، او ناخذ واحد مطفي شويه باش ما ياخدش معنا. هذا معقول معقول معقول، هذا معقول، اوكي. تمام، عندي نوعين من الماتيريال وبنبدا تطبيقاتي على النوعين هادو. اول شيء احنا تعلمنا ان احنا يفترض ان ناخدو V-Ray Blend Material. V-Ray Blend Material، بعد ما ناخدو V-Ray Blend Material هنبدأ نحط في الخامات متاعي. الخامة الاساسية زي ما تعرفوا، والخامة التنوية اللي هي هذه في البلاند ماتيريال. تمام، تو لو تشوف هنا نسبة الخلط ما بين الاثنين مش حتتلاحظ لأن بياخد جزء من احنا ناخده البلان ونقوله له البوكس، عفوا آسف، اظهر لي الماتيريال هذه. تمام، ناخده التست الأول. فلو تلاحظوا ان هو اعطاني نوع من الخشب عبارة عن خشب بنسبة خلط ما بين الذهب مثلا والخشب بنسبة متقاربة اللي هي النص مثلا، لان لو تلاحظوا البلند اماونت هنا باللون الرمادي، فلو غيرنا هنا باللون الاسود حياخد خامة اللي هي الأساسية اللي هي خامة الخشب، حيبدأ خامة خشب بالكامل. تمام، تمام. ولو ان احنا غيرنا البلند اماونت الى الابيض هنا حيكتسي بلون الذهب. تمام، حيكتسي بلون ذهب. شفت كيو اختصار للرندر، فيعطينا خامة زي ما شفتوا. وانا تعمدت ان هي ما تكونش فيها انعكاسات كبيرة بس ما تاخدش معنا وقت طويل في الرندر، فهذه النتيجة. طيب احنا مش عايزين نسبة الخلط بالطريقة هي، فاحنا ممكن نحطه مابة تكون مثلا بتماب، والبتماب هذه بتكون باللون الأبيض والأسود، يعني واحدة من الخامات هذه تكون زخرفة مثلا بالطريقة هذه أو زخرفة بالطريقة هذه. تمام، ممكن هذه مناسبة،
فلو تلاحظوا هنا، عفوا نفتح preview window، فلو تلاحظوا نسبة الخلط ما بين الخامتين، طبعا لأن الذهب فيه نوع من الانعكاس عالي شوية فأظهر لي بالطريقة هي. احنا عفوا احنا نشوف الرندر بتاعنا، فنشوف الرندر بتاعنا أعطانا زخرفة باللون اللي أنا حطيتها. مازال نقدر أنا نعدل عليه المشهد متاعي بالطريقة اللي تناسب المشهد. طبعا الطريقة انك انت بتحط عليه البوكس هذا موديفاير UVW map. وأول شيء ممكن نعطيه كبلان أو ممكن نعطيه كبوكس، ممكن في عدة اختيارات أخرى. تمام أوكي. وممكن نعدل في التكرارات اللي موجودة عليه البوكس، نخليه مثلا 2 × 2 × 2، فتشوفوا الزخرفة اخذت طابع آخر، تكررت عليه الشكل بتاعي بالطريقة اللي تناسبني، ونقدر نتحكم في الأطوال بتاعها. طبعا اليو في دبليو ماب شرحناها لكن مش بطريقة مفصلة في المرة الماضية، حنشرحها في المحاضرة القادمة بإذن الله بالتفصيل الكامل. طبعا احنا مش حنناقشوا موضوع زي ما قلت لك في البلند ماتيريال، مش حنناقشوا موضوع اني انا ما زال نبي نغير عليه خلينا ناخده مثلا مادة اخرى تبين الشكل اكتر. تمام جنرال ناخده بتماب معقولة هاتي اوكي، نحطها بديل للخامة الاولى. وطبعا نقدر نعطيها عدة اشياء، نقدر نصحح اللون، نقدر نخلي تأثير الابيض والاسود بارز جدا زي ما تشوفوا الزخرفة بالطريقة هي. عندي هذا كله شرحناه في المحاضرات الماضية، تقدر ترجع لمحاضرات دروس خلط الخامات. وناخذ رندر نشوفه النتيجة اللي كانت عليه الشكل. فهذه الزخرفة اللي حطيناها، الزخرفة عبارة عن ايش؟ عن خلط لخامات الذهب والخشب. ممكن بس نعطوا شكل أكثر توضيح، اعتقادي أن هذه مش بارزة أكثر من لو خدينا باللون هذا. حلو نضيفها. نحطه في الكوست 1 فأصبح الخامة، لأن غيرنا اللون، اللون الخشب لونه يميل للون الكريمة أو الأصفر، والذهب بلون أصفر، فما كانش الموضوع واضح جدا. لذلك عفوا ممكن ناخده ريندر. فاكتسي الموضوع بلون الكروم ولون الخشب مع بعض، واعطاني نسبة للخلط ما بينهم زي ما شفتوا، اكتسي بلون الكروم والخشب. تمام، هذا بالنسبة لي خلط ومسائل نقدر نتحكم فيه بنسبة
أكبر إننا نتحكم في الماتيريال نفسها، ونقدر نزيد في مثلا الكولر كوريكشن، ممكن نقول له خلي الجاما بنسبة 0.5. اوكي، بس، وهذا كله طبعا شرحناه في المحاضرات الماضية بتفصيل أكبر. تمام، اوكي، نبدو نشتغلوا على جانب آخر. طبعا قبل لا نشتغلوا على الجانب الآخر، احنا نقدروا زي ما قلنا زودنا التكرارات، نخلوهم 1، رجعوا التكرارات متاعنا إلى وضعهم الطبيعي. نقدر نخلي بلان، لا نقدر نزيد نكبر الخارطة متاعي أو المابة متاعي بطريقة زي هذه. طبعا نقدر نتحكم فيها بالطريقة اللي تناسبني. هذه النتيجة، ما بوش ياخد وقت معانا. نقدر بالعكس نقلل ونخلوه 0.5. في البوينت 5 هذا 1، اوكي، معقول جدا. ناخذ رندر، احنا قللنا الحجم نتاع الماتيريال، فاصبحت الزخرفة بالطريقة هي، وهذا كل شيء ما يكفي، ما نبوش ناخده فيه وقت طويل. حنبدو نشتغلوا عليه الإبريق أو التيبوت، وبنعطوه مثلا، طبعا هذه الماتيريال، اوكي، انتهينا منها. نبو ناخده في ري ماتيريال، أو ناخده ماتيريال جاهزة حتى ما تكونش يعني تاخدش منا وقت. هناخدو كومبوسايت ماتيريال ونبدو تطبيقاتنا على كومبوسايت ماتيريال. أول شيء اللير 1 حنعطوه ممكن بيت ماب خريطة معينة، مثلا لا ما ينفعش معنا هذا، ولا هذا، ممكن هذا، اوكي تمام. وبنضيفه لللاير 2، نعطوه جنرال برضو صورة، شيء مخالف شوية، لا مش منطقي، مثلا هذا، اوكي. فنفس الشيء هذا حنعطيه للإبريق، يصبح عفوا احنا اخطأنا عذرا، احنا نعطوه فيري ماتيريال يفضل، والفيري ماتيريال نحطوها في الديفيوز،
والديفيوز هذا أو الماتيريال هذه نحطها على الإبريق وبناخد الرندر بتاعنا. أصبح هذا الناتج بتاعنا. نبدأ في تطبيقاتنا اللي هي زي ما تعرفوا ان احنا اول شيء نسبة الخلط ما بين الاثنين هنحطه كماسك مثلا خلونا ناخده بتماب شيء باللون الابيض والاسود سوري وناخذ الزخرفة هذه. فحتكون نسبة الخلط ما بين الاثنين اللي هي بالطريقة هي ممكن نخليها في ماسك 2 مش ماسك 1 بس تكون ظاهرة بس باللونين. تمام ونشوف النتيجة. فأصبحت نسبة الخلط على الإبريق باللونين طبعا بياخد وقت لأن فيه انعكاسات أوكي احنا يكفي. طبعا ممكن احنا نحطه على الإبريق هذا برضو UV W map لتعديل ما يمكن تعديله بحيث ان احنا نقدر نظبطه الماتيريال بطريقة اكتر يعني افضل تكون هو بتكون بوكس افضل. فزي ما تشوفوا ممكن نكبره في الحجم ممكن نصغره تعطينا نتيجة افضل. تمام اوكي نوقفه ممكن نكرروا التكرار للماتيريال لأن الماتيريال بتاعنا خاضعة للتكرار ممكن نزيد الحجم من هنا لكن أوكي. فأصبحت النتيجة بتاعي بالطريقة هي. أنا يهمني أن الخطوات تكون مفهومة مش حنهتم كتير بال يعني الرندر بتاعي والنتيجة النهائية زي ما تعرفوا وهذا تكلمنا عليه أكثر من مرة. تمام هذا الماتيريال الأول هذا الماتيريال الثاني. الأول استخدمنا فيه بلند ماتيريال الثاني استخدمنا فيه كومبوسايت ماتيريال واعتقادي ان احنا شرحناه بشكل وافي وكامل الكومبوسايت والفيري بلند ماتيريال. اعتقادي انكم مش هتحتاجوا اكثر من المحاضرات هذه. تمام نكتفي بهذا القدر. مرحبا بكم مرة اخرى وطبعا هذا كله شرحناه احنا بالتفصيل بس حبيت اني انا نراجع معاكم شبه للمرة الاخيرة لان المرات القادمة حنستخدموه بطريقة سريعة يعني ممكن نسوي العملية هذه بطريقة أسرع فممكن يتوه منا حد لكن بالطريقة هي بإذن الله كلكم تكونوا على نفس الرتم وماشي بنفس الطريقة. نتركوا الماكس ونخش في النصيحة اللي دائما نحاول أن نقدمه شيء جديد. عندي قصة شيقة شوية مهمة جدا والعبرة فيها مهمة جدا 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 لذلك حنقص عليكم القصة هي ويا رب تفيدكم وتستفيدوا منها انتوا واذا انت عارف ان ممكن في حد يستفيد منها يا ريت تشيرها في كل مكان بحيث يستفيد منها اكبر قدر من الناس. تمام القصة تقول ان في احد المحطات في احد المدن سين من المدن يعني ايا كانت مش مهم المدينة لكن المدينة هذه في الأندرغراوند اللي هو في محطة المترو كان في شخص يعزف على آلة الناي الكمان عفوا الكمان مش الناي يعزف على آلة الكمان طبعا ضد العزف ضد
الموسيقى، لكن يعني العبرة في القصة مش في الموسيقى، لأن احنا نعرف أن لا يجتمع قرآن ومزمار في قلب واحد، فالقرآن كلام الرحمن والمزمار من الشيطان، شيئان متضادان متنافران لا يلتقيان. لذلك حب القرآن يتنافى مع حب الموسيقى، لكن العبرة في القصة هي مهمة جدا، وحابب أني نبينها لكم. طبعا الشخص هذا كان يعزف في عزف، والعزف متاعها كان يعني جميل جدا. ففي خلال 45 دقيقة الشخص هذا قدر يجمع 32 دولار، 45 دقيقة 32 دولار في حوالي 45 دقيقة. الغريب في الموضوع أن الناس اللي اهتمت رغم الكم الكبير من الناس اللي تمر على محطة المترو وأعداد كبيرة، ممكن 7 إلى 10 أشخاص فقط اللي اهتموا بالعزف ووقفوا لمدة دقيقة، ممكن استمعوا للمقطوعة اللي كان يعزفها، وعط في بعض منهم اللي أعطاه نقود ومشى على حالة. طبعا إلى حد الآن القصة عادية، وممكن تقول أن 45 دقيقة عزف متواصل حصل فيها 32 دولار، معادلة معقولة شوية. لكن لما تعرف أن هذا عبارة عن اختبار، والشخص اللي كان يعزف كان من أشهر ومن من أكبر العازفين عليه آلة الكمان، ولو تعرف أن مجرد الكمان متاعها بس كان يساوي 3.5 مليون دولار، هذا الكمان متاعها فقط. العبرة وين؟ العبرة أنه هو أولا في أحد الحفلات قبل الشيء هذا في حوالي 45 دقيقة اجتمعوا آلاف بل مئات الألوف من الناس كانوا يستمعوا لعزف المقطوعات متاعها، وجمع أرقام فلكية في خلال 45 دقيقة. لكن لما نزل إلى محطة المترو وعزف نفس العازف نفس الآلة نفس المقطوعة، لكن المكان اختلف، هنا كانت النتيجة تختلف اختلاف كبير. لذلك العبرة ان احيانا انت يعني العمل متاعك ما يكونش في المكان المناسب، وهذا امر مهم جدا. احيانا انت تعرض العمل متاعك في مكان ما يتناسبش مع الشيء اللي انت تقدم فيه، لذلك النتيجة تكون بالطريقة هي. نتمنى أن العبرة وصلت، يعني المعلومة وصلت بطريقة كويسة. بارك الله فيكم، مشكورين جدا على وقتكم ثمين جدا 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 اللي لا يقدر بثمن. حابب أني أنا نشكركم، مهما قلت أنا مش حنوفيكم حقكم. بارك الله فيكم. يا ريت إذا عجبك الفيديو هذا تنورنا بلايك، وزي ما قلنا تشيره إذا تشوف إنه ممكن في حد يستفيد منه. بارك الله فيكم، مشكورين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.